أهلا بكم في نشرة السادسة، نبدأها بالعناوين. أربيل تترقب رواتب حزيران وتموز من بغداد، وواشنطن تحث المركز والإقليم على التوصل لاتفاق بشأن النفط والغاز والموازنة. رسالة أخيرة من ساكو تطالب رشيد بمرسوم جمهوري جديد يعترف بالكاردينال رئيسا أعلى للكنيسة الكلدانية في العراق والعالم. أهلا بكم. باشرت حكومة أقليم كردستان تحويل وارداتها من النفط والغاز والمنافذ الحدودية إلى بغداد ابتداء من اليوم عبر حساب مصرفي. وزير المالية في الأقليم أواد جناب نوري دعا بغداد إلى تحديد موعد إرسال 50% من الأموال، وهي حصة الأقليم من الواردات، متوقعا إرسال رواتب موظفي الأقليم لشهري حزيران وتموز اليوم بحسب قانون الموازنة، مضيفا أن الرواتب سيتم توزيعها خلال أقل من 10 أيام على الموظفين. عبر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر خلال مؤتمر صحفي عن دعم واشنطن لبغداد وأربيل في التوصل إلى اتفاق بشأن عدد من القضايا المشتركة بينها الموازنة العامة وقانون النفط والغاز. شجعنا بغداد وأربيل على التوصل إلى اتفاق بشأن مجموعة من القضايا المشتركة بين الجانبين مثل قانون الموازنة المالية وقانون النفط والغاز الوطني، وسنواصل تشجيع الأطراف العراقية على تحديد مسار للمضي قدما بما ينعكس على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار الأجنبي ويحترم مشاركة المؤسسات الأمريكية في قطاع الطاقة مع تعزيز مصالح جميع العراقيين. While advancing the interests of all Iraqi people. إذن في هذا الشأن معنا من أربيل مباشرة مراسلنا مشرق المنصور. أهلا بك مشرق. يعني مشرق، دعنا في تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع. نعم، مساء الخير. في التفاصيل أن 906 مليار دينار عراقي سوف ترسل من بغداد، تم الاتفاق عليها بعد أن قدم وفد الإقليم برئاسة أوميد صباح بيانات موظفي إقليم كردستان من ضمنهم المتقاعدين. 906 مليار حسبت بناء على هذه البيانات سوف توزع للموظفين المستمرين في الخدمة حاليا والمتقاعدين والبيشماركة. هذا المبلغ سوف يغطي رواتبهم لشهر حزيران، من المتوقع وصولها اليوم وربما غدا. التصريحات متضاربة لكن الاتفاق تم على هذا الموضوع. بالمقابل فإن إقليم كردستان يترتب عليه أن يرسل 400,000 برميل يوميا إلى سومو، هذا أولا. ثانيا العائدات، إيرادات العائدات غير النفطية، المطارات، المنافذ الحدودية، كل إيراداتها وليس 50% ترسل إلى بغداد، ثم بغداد تخصم منها 50% وترسل الباقي إلى أقليم كردستان بحسب قانون الموازنة الأخير الذي أعطى الإقليم 50% من هذه الإيرادات غير النفطية، لكن ابتداء ترسل 100% إلى بغداد. هذه مسؤولية الإقليم لتنفيذ هذا الاتفاق، لكن هناك عاملين يمثلان تحديا لتنفيذ هذا الاتفاق. الأول أن الشركات النفطية العاملة في الإقليم بدأت بخفض إنتاجها لأن التصدير متوقف. المستحقات التي تغطي العاملين في هذه الشركات الأجنبية لم تصلها أموال بسبب أن الإنتاج متوقف عبر ميناء جيهان التركي، وهذا يمثل تحديا في أن كردستان لا تستطيع أن تسلم بغداد كل يوم 400,000 برميل بسبب انخفاض الإنتاج نتيجة انقطاع التصدير عبر ميناء جيهان التركي منذ آذار. السبب الثاني أو العامل الثاني الذي يمثل تحديا في تنفيذ هذا الاتفاق أن الحكومة المركزية لا زالت تطالب بهذا الرقم 400,000 برميل يوميا، بالإضافة إلى المسألة الأخرى أن الأربيل تطالب باحتساب موازنة 2023 من بداية العام الجاري، تحتسب من شهر الأول، لكن بغداد تطالب باحتسابها من شهر آذار لأن الإقليم استمر بتصدير النفط قبل إيقافه عبر ميناء جيهان التركي حتى آذار.
هذين النقطتين لم يتوصلا إلى حل بشأنهما حتى هذه اللحظة. وفد الإقليم سوف يتوجه اليوم لمناقشة قانون النفط والغاز قبل أن يعرض على البرلمان للتصويت عليه، من أجل الوصول إلى فصيغة معينة يتفق عليها الطرفين بغداد وأربيل، قانون النفط والغاز، من أجل تشريعه بعد ذلك تحت قبة البرلمان. نعم، إذن جزيل الشكر لك مراسلنا من أربيل مشرق المنصور. رفع مجلس النواب جلسته إلى الخميس المقبل بعد قراءة 4 من مشاريع القوانين. الدائرة الإعلامية للمجلس ذكرت أن النواب أنهوا القراءة الأولى لمشروع التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق، وأنجز النواب القراءة الثانية لمشروع التعديل الثاني لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية للموظفين، والقراءة الثانية لمعاهدة مراكش الخاصة بقراءة المطبوعات من ذوي إعاقات البصر، وكذلك القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام العراق إلى بروتوكول عام 97 لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن. طالب بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم لويس ساكو رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم جديد يعترف به رئيسا أعلى للكنيسة الكلدانية وكاردينالا في الكنيسة الكاثوليكية. وفي رسالة وجهها إلى الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، ذكر ساكو أنه في حال لم يصدر المرسوم الجديد فأنه سيبقى في أربيل ولن يعود إلى بغداد حتى انتهاء ولاية رشيد، وسيعمل مع الرئيس الجديد على إصدار مرسوم يعترف به متوليا لجميع أوقاف الكنيسة. ورفض ساكو التحرك الرئاسي لإصدار هويات لرؤساء الكنائس وبين أنهم ليسوا موظفين، لافتا إلى أن رسالته هذه هي الأخيرة لرئيس الجمهورية، وبعدها سوف يخرج إلى الإعلام ويعلن احتجاجه على المرسوم الجمهوري. بلغ سعر الصرف اليوم نحو 151 ألف دينار لكل 100 دولار في أسواق بغداد والمحافظات، وباع البنك المركزي اليوم نحو 34 مليون دولار من المبالغ النقدية عبر نافذة العملة الإلكترونية بارتفاع إلى الضعف عن يوم أمس، إذ سجلت المبيعات النقدية نحو 17 مليون دولار. اتخذت وزارة التجارة إجراءات عاجلة للحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية في شهر محرم. بيان للوزارة ذكر أن الإجراءات تتضمن تأمين آلاف الأطنان من المواد الغذائية الأساسية في منافذ التجارة التسويقية مثل الطحين الصفر ومعجون الطماطة والبيض والبقوليات، فضلا عن إطلاق حصة جديدة من الطحين. وأضاف البيان أن الوزارة ستنفذ حملة رقابية لمتابعة الأسواق بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للحد من جشع بعض التجار ورفع الأسعار. كتاب أثري باللغة العبرية يعتقد أنه من الآثار المنهوبة إبان سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش الإرهابي، ضبط في حوزة شبكة لتهريب الآثار عند الإطاحة بها في صلاح الدين. شبكة لبيع وتهريب الآثار العراقية أطاح بها قسم الجريمة المنظمة في شرطة صلاح الدين بعملية نوعية عبر رصد وجهد استخباراتي استمر 4 أيام، تكلل بإلقاء القبض على 5 أشخاص خططوا لدخول تكريت وبيع الآثار هناك. تابعناهم وفعلنا جهدنا الاستخباري وتابعنا اتصالاتهم وتمكننا من إلقاء القبض عليهم ضمن قاطع مسؤولية محافظة صلاح الدين، وتم ضبط كتاب أثري باللغة العبرية يعتقد أنه من ضمن الآثار العراقية اللي تم نهبها من قبل عصابات داعش الإرهابية أبان سقوط مدينة الموصل في عام 2014، حاليا موقوفين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم. بحسب قانون الآثار العراقي 40 لسنة 2002 يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين 7 سنوات إلى 15 سنة من يسرق مادة تراثية في حيازة السلطة الآثارية وبغرامة مالية مقدارها 6 أضعاف القيمة المقدرة للآثار أو المادة التراثية في حال عدم استردادها، فيما تكون عقوبة السجن المؤبد لمرتكبي الجريمة من المكلفين بإدارة الآثار.
يمكننا تقسيم عملية السرقة إلى قسمين. القسم الأول هو الآثار التي هربت والتي سرقت من المتحف العراقي بان عام 2003. هذه الآثار من الممكن استعادتها بسهولة طالما تحتوي على أرقام متحفية وداخلها ضمن سجلات الهيئة العامة للآثار والتراث. أما القسم الثاني الآثار التي سرقت من المواقع الآثارية مباشرة بسبب قلة عدد الحراس المواقع الآثارية، هنا تكمن الصعوبة، وذلك باعتبار أن هذه القطع الآثارية التي هربت من خارج المواقع الآثارية لم تحتوي على أرقام متحفية وغير داخلة في سجلات المتحف العراقي، لذلك تصبح عملية استرجاعها صعبة جدا. ضربات قاصمة وجهتها الشرطة المحلية لعصابات الجريمة المنظمة خلال الشهرين الماضيين تمثلت بإلقاء القبض على 23 متهما بقضايا متنوعة، أبرزها الاتجار بالبشر وترويج وبيع المخدرات وتهريب الآثار، ما أسهم بتعزيز سلطة القانون في المحافظة. من صلاح الدين محمد قادر، يو تي في. توقعت هيئة الأنواء الجوية أن تتخطى الحرارة حاجز 50 درجة مئوية في 7 محافظات خلال الأيام المقبلة، وذكرت الهيئة أن طقس البلاد للأيام الأربعة المقبلة في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحوا حارا، موضحة أن الحرارة العظمى ستصل إلى 52 درجة في البصرة وميسان وذي قار والمثنى وإلى 51 درجة في الديوانية، بينما تبلغ 50 درجة في واسط والنجف. ذهب تموز وجاء آب، والعراق ما يزال في قلب الصيف الساخن بدرجات حرارة حارقة تتخطى عتبة 50 مئوية. بيانات الأنواء الجوية ذكرت أن درجة الحرارة العظمى في محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى سوف تصل إلى 52 درجة مئوية، متجاوزة بذلك نصف درجة الغليان، كما ستصل في الديوانية إلى 51 درجة، بينما ستلامس النجف وواسط حاجز 50 مئوية. وتحت هذه الشمس اللاهبة ثمة من يحاولون إعالة أسرهم بأجور يومية، متحملين جهدا ومشقة بالغين، مطالبين الحكومة بتحسين ظروف العمل والضمان الاجتماعي والصحي. أربع جعل عدي وساكن بالحرية، إجارة 300 وما عدي، يعني إجارة راس شهر وفلوس إجار ملام، وقدمت على الرعاية والحد ليس ماكو، وكل ما يجون لقاء وهاي وباكر عقبه ما يخالف وسجل اسمك وهاي وسجل اسمي ورقم التليفون ويروحون وبعد ما يجون. يوما بعد آخر تتأكد صحة التوقعات العلمية التي حذرت من أن الأرض ستشهد الصيف الأسوأ على الإطلاق فيما يخص درجات الحرارة، من الولايات المتحدة والمكسيك إلى دول أوروبية وشرق أوسطية وآسيوية. تشهد عديد من المناطق حول العالم موجة حر شديدة تسببت في بعض الأحيان بوفاة عدد من الأشخاص. أعلنت وزارة الكهرباء عودة عمل المنظومة إلى وضعها الطبيعي بإنتاج يبلغ 24 ألف ميجاوات. المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى قال للوكالة الرسمية أن ساعات التجهيز تختلف من منطقة إلى أخرى وسط موازنة الأحمال بين الخطوط وتفعيل نظام الحماية للوحدات التوليدية، مشيرا إلى أن الوزارة تكثف جهودها لمنع تكرار الحوادث في محطات الكهرباء واستهدافات أبراج الطاقة بعدما أدت إلى انطفاء تام قبل 3 أيام. منذ سنوات ومشروع تحلية مياه البحر يراوح مكانه، فيما تتجدد معاناة أهالي البصرة مع الملوحة كل موسم رغم مليارات الدولارات المخصصة لحل أزمة طال أمدها واشتدت تداعياتها. 3 مليارات دولار رصدتها موازنة العراق للعام الجاري لإنشاء محطة تحلية مياه البحر في البصرة، لكن المشكلة لم تنتهي هنا، فالمشروع إذ يمثل طوق نجاة للبصريين من المياه المالحة ما زال يراوح مكانه منذ سنوات رغم إكمال تصاميمه من قبل شركة النمساوية، وهذه المرة عليه الانتظار مجددا وقتا غير معلوم إلى حين إحالته إلى شركة تتمتع
بالكفاءة المطلوبة. وضعت تخصيصات 3 مليار دولار في هذه الموازنة، 500 تصرف في هذه الموازنة، ويجب أن تكون دعوة إلى كل الشركات العالمية لمن يمتلك كفاءة مالية وفنية من هذه الشركات يجب أن يحال له المشروع من أجل البصرة وأهالي البصرة، وفعلا تأخر كثيرا. مياه شط العرب التي تعتمد عليها محطات ضخ الماء حاليا هي شبه بحرية بعد طغيان مياه الخليج على المياه العذبة نتيجة تناقص كميات المياه النظيفة في العراق جراء موجة الجفاف. ويرى مختصون أن لا حل لمواجهة هذه المشكلة إلا بإنشاء محطات لتحلية وتصفية مياه البحر. محطة تصفية وتحلية المياه أثبتت أنها هي الحل الناجع الوحيد لتجاوز أزمة المياه في البصرة، لأن اللسان الملحي اللي جاي يمتد في شط العرب وقلة الواردات من في نهري دجلة والفرات، وبالتالي انعكاسها على شط العرب يؤدي إلى تصاعد اللسان الملحي، فبالتالي احنا تقريبا جاي نحل مياه البحر. وقبل عامين شيدت في قضاء أبي الخصيب جنوبي البصرة محطة لتحلية وتصفية مياه النهر والبحر لإنقاذ السكان هناك من تمدد اللسان الملحي. محطة ماء محلة يستفيد من مياهها نحو نصف مليون نسمة، وهي أول تجربة من نوعها على مستوى العراق لتحويل المياه المالحة والملوثة إلى مياه صالحة للشرب، وتكرار تجربتها قد يمثل خلاصا للعديد من المناطق التي تشكو رداءة نوعية المياه. هي أكبر محطة بالعراق حاليا لإنتاج الماء البحري، يعني تأخذ أملاح 30,000 وتطلع بها مياه محلات بالعراق، ما موجودة غير هذه المحطة. تعميم هاي الفكرة بها جدوى اقتصادية، طبعا إذا كان جباية للماء اللي يجهز للمواطنين بجباية فبها حتى جدوى اقتصادي. وكلما تأخرت الحكومة في معالجة ملوحة المياه وتلوثها فإن التبعات السيئة ستكون فاتورتها مكلفة على البشر فضلا عن الزراعة وتربية الحيوانات. وفي ظل التحذيرات من تفاقم أزمة الجفاف بسبب التغير المناخي وقلة الإطلاقات المائية من دول المنبع، فإن تنقية وتحلية مياه البحر أصبحت خيارا استراتيجيا بالنسبة للعراق لإرواء عطشه. سعد قصي، UTV، محافظة البصرة. طلب عدد من طلبة الدراسات الأولية المؤقتة قيودهم بإعادتهم إلى جامعاتهم، وخلال وقفة أمام وزارة التعليم العالي قال ممثل الطلبة ليث عدال أن هذه المطالبة تخص أكثر من 100 طالب جامعي رقنت قيودهم بفعل الغيابات في سنوات جائحة كورونا، ولم يشملهم أي قرار انضباطي آخر، داعيا إلى مساواتهم بأقرانهم ممن رقنت قيودهم العام الماضي وجرت إعادتهم إلى مقاعد الدراسة الجامعية. نحن طلب المرقنة قيودهم الدراسات الأولية، وقفتنا هذه ردا على وزارة التعليم العالي والقرار الأخير اللي صدر اللي شمل فقط مرقنين القيودهم سنة 22-23، ومثل ما قاعد تشوفون أمامكم طلبة من مختلف جامعات العراق ومن مختلف محافظات العراق، اللي بيهم اللي جاي من الناصرية، من البصرة، من الموصل. فنأمل من وزارة التعليم العالي باعتبار هذه خلا تقول ما وقفتنا الأولى وراح تكون لنا ثانية وثالثة، يأخذون بعين الاعتبار صوتنا إلى هيئة الرأي أيضا، تأخذ بعين الاعتبار الظروف اللي مر بها البلد. عندي اليوم قاعدة بيانات أكثر من 100 طالب، زين قاعدة البيانات غالبية المرقنة قيودهم هم بسبب الغياب، يعني لا عقوبات انضباطية ولا عندي ما يسمى غش. رحنا للناشطين، رحنا للنواب هم ردوا، حتى قابلنا مدير مكتب الوزير التعليم العالي وقال أنا ما عندي أي شيء. قلنا أستاذ إحنا نعرف إحنا ما أنت ما تيجي، بس قدمنا للهيئة رأي العام، يعني على الأقل وصل صوتنا. ما وصل صوت، يعني حتى منا حاكينا لحنا وياه وما قبل. إذن مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة السادسة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.